بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح تشارك الأخصائية عذاري جوهر حياة بمحاضرة عن فعالية برنامج العلاج المعرفي السلوكي لحالات الـ ADHD عند المراهقين. تفضل عدت. السلام عليكم. أرحب بجميع الحضور وأشكركم لأنكم حضرتوا اليوم علشان تتعرفون على مدى فعالية برنامج علاجي معرفي سلوكي في خفض أعراض الاضطراب للمراهقين المصابين بالـ ADHD بالإضافة للقلق كعرض مصاحب. في البداية قبل لا أتكلم عن موضوع الرسالة واللي هي خصيتها في رسالة الماجستير، أمانة أنا لأني كنت في عيادة مركز المنارة فترة طويلة شفت أن في ازدياد في عدد الأطفال والمراهقين اللي يعانون من الـ ADHD، ولكن ما كان في أسلوب علاجي نفسي معتمد نقدر نعتمد عليه كنوع مثلا من نقدر من خلاله نقدم الأساليب العلاجية المستخدمة. فشفت أن كثير من الدراسات أشاروا إلى العلاج المعرفي السلوكي. طبعا الآراء تعددت بين العلاج السلوكي والعلاج المعرفي السلوكي. الحين ليش CBT للADHD؟ في عدة اعتبارات وفي عدة أسباب. أولاً مثل ما أنتم عارفين أن في فترة المراهقة تبتدي بعض الأعراض الأساسية بالانخفاض مثل فرط الحركة، في حين أن في بعض الأعراض الثانية تبدأ بالظهور وبصورة متزايدة أكثر من مرحلة الطفولة مثل الاندفاعية أو نقص الانتباه، طبعاً وأنها تؤدي لمشاكل سلوكية ومشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية، بالإضافة لوجود عدد من الأعراض أو الاضطرابات النفسية المصاحبة مثل ما أنتم عارفين أن في فترة المراهقة خصوصا المراهقة المتأخرة يعني ما بين 15-16 سنة وفوق راح تشوفون أن تقريبا في بعض الاضطرابات النفسية المصاحبة مثل مؤشرات الاضطراب الشخصية خصوصا البوردرلاين والبايبولر، بالإضافة للكوندكت ديس أوردر أو اضطراب السلوك. دعا هذا الشيء أنه لازم يكون في الأسلوب العلاجي النفسي المستخدم جانب معرفي، أريد وأقول جانب معرفي مو بس سلوكي. فبالتالي شافوا أن من خلال عديد من الدراسات التتبعية اللي كانت من 10 سنوات تقريبا أن CBT يساعد المراهقين على أنهم شلون يقدرون يعيدون إعادة التنظيم، اكساب مهارات التخطيط، حل المشكلات، الضبط الذاتي، بالإضافة إلى معرفة عواقب السلوك. أنا ما أقعد مع المراهق علشان أقول له مثلا أنت سلوكك لازم يتغير، لا لازم أفهمه. فبالتالي في بعض الأساليب أو الاستراتيجيات المستخدمة أو التكنيكات العلاجية في أسلوب العلاج المعرفي السلوكي للمراهقين تتمثل بالتثقيف النفسي أو السايكو إدوكيشن، هذا شيء جدا مهم. طبعا في بداية الجلسات العلاجية أعرف المراهق أن اضطرابك شنو مآله أو شنو أشكال المضار اللي أنت فيها، هذا واحد. اثنين المقابلات التحفيزية في أسلوب العلاج المعرفي السلوكي لازم أستخدم أسلوب التحفيز علشان أقدر من خلاله أصل للنتيجة المطلوبة. مثل ما أنتم عارفين الـ ADHD سريعين الملل، الحين إحنا نبي نتكلم شوي على الأعراض الشخصية مالتهم. الـ ADHD سريعين الملل، الـ ADHD مثلا ما عندهم قدرة على التحمل، فبالتالي أنا لما أستخدم المقابلة التحفيزية راح أخليهم يكون عندهم قدرة على الاستعداد للتغيير، بالإضافة إلى الرغبة في مواكبة مثلا الحدث اللي أنا أعطيهم. الأسلوب الثالث إعادة الصياغة المعرفية للماضي، أقصد فيها أن أعرف الطفل المراهق اللي معاه ADHD شنو نوع المشكلات اللي كان يعانيها من فترة الطفولة. بعد كذي أروح لإعادة الصياغة المعرفية والإدراك أني أخليه يعرف المشكلات وأسبابها ومآل حالته. إذا أنتم شايفين أنا ترى كله لحد الآن قاعد أتكلم على الجانب المعرفي مو الجانب البيهيفيرال أو الجانب السلوكي. بعد كذي أخلي إن المراهق يعيش الواقع اللي هو فيه، لأن وايد عندهم من الـ ADHD علشان عندهم اندفاعية، علشان عندهم مثلاً رغبة في إنهم يخلصون المهمة بسرعة، لا أنا لازم أقول له في رولز، في قواعد، في قوانين وأفهم عليهم. وبعد كذي إني حق التدريب على أنماط سلوكية جديدة. كانت أهدافي الأساسية المستخدمة في برنامج يونغ أن إبراهام إن شاء الله الحين بعرفكم عليه التحكم بالاندفاعية عن طريق التفكير
قبل القيام بالسلوك، لأن الاندفاعية بالتفكير والسلوك عند الـ ADHD جدا جدا مرتفع، فبالتالي أنا أعلمهم على أنهم شلون يحطون بدائل معرفية، شلون يفكرون قبل لا يسوون أي سلوك. ثاني شيء رفع مستوى الانتباه، وبالتالي انهم يقدرون يخلصون المهمه اللي هم قاعد يسوونها للاخر، بالاضافه الى اني اعرفهم انهم شلون يصرفون مشتتات الانتباه. ثالث شيء تخفيف شدة القلق. طبعا القلق احنا عارفين انه نتيجة لنشاط الاعراض عندهم، خصوصا عند المراهقين، لان مشاكلهم قاعدة تزيد، لان عندهم مثل ما نقول سوء توافق، سواء سوء توافق شخصي او اجتماعي، فبالتالي مؤكد راح يصير عندهم ارتفاع في مستوى القلق. ارتفاع في مستوى القلق انا اقول لكم معناته شنو؟ معناته سلوك عدواني، معناته انعزال، معناته تجنب. فبالتالي لازم احنا نعرفهم على ان شلون يقدرون يديرون هذا القلق يحولونه لشعور إيجابي. الحين لو أبي أتكلم بس على عجالة سريع عن الامبولس كنترول استراتيجيز، أو الاستراتيجيات المستخدمة للتحكم بالاندفاعية. أولا التثقيف النفسي، أقصد فيها أني أعرف المراهق على نوع الاندفاعية اللي هو فيها، يعني الاندفاعية بالتفكير أو الاندفاعية بالسلوك، وشلون ان هذه الاندفاعية تخليه يقوم بسلوكيات هو تقريبا ما يكون حاس فيها ومضارها. طبعا بعد كذي ما اقتصر بس على اني اقول له ترى الاندفاعية واضرارها، لا، اقول له في الجلسة العلاجية ان احنا راح نمشي على خطة علاجية، مثلا 12 جلسة في بينهم 4 جلسات راح نتكلم فيها على الاندفاعية، راح تشوف ان 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 احنا ان شاء الله راح نقدر نتخلص من هالامور علشان يصير عنده امل في استكمال البرنامج العلاجي. ثاني شيء حديث الذات أو السيلف توك. السيلف توك دائما أركز معاه بالنسبة للاندفاعية إن كلم نفسك وكلم ذاتك بحديث إيجابي، إنك عندك قدرة على السيطرة، عندك قدرة على التوقف، عندك قدرة على إنك تكون هادي. طبعا أنا مع حالاتي كنت أكتب في أوراق ملونة وأقول لهم مثلا يلا اكتب أنا أستطيع السيطرة، أنا هادي، أنا شاطر، وهالأشياء، وأقول له يحط الأوراق هذه مثلا في غرفته علشان كل ما يشوفها يقعد يذكر نفسه. ثالث أسلوب التعليم على التدريب الذاتي أو السيلف كنترول. السيلف كنترول هذا بحد ذاته في 6 عمليات أو في 6 تكنيكات علاجية، للأسف أنا كنت حاطتها بس ما راح يمكن أقدر أقولهم، وهو أن أعلم على الستوب أند ثينك، أنك قبل لا تسوي أي سلوك لازم ستوب. أول شيء ستوب، هني أنا قاعد أتكلم عن ناحية سلوكية، then think، هني قاعد أشغل الجانب المعرفي، يعني أنت لازم تفكر شنو نتائج السلوك اللي قاعد تسويها، وطبعا من خلال السلبيات والإيجابيات، وبعد كذي هو راح يشوف شنو المفروض السلوك اللي يسويه، بالإضافة إلى أني أعلمه على وضع مواقف وهمية علشان أوسع مداركه. يعني لما أكون أنا معاه بالجلسة أقول له أوكي هذا موقف حصل فعلا، خلينا نروح حق مواقف ثانية، يلا أنت قولها واخترعها. اتذكر نفسك لما تكون معصب، اتذكر نفسك لما ما تقدر تمسك مثلا أعصابك أو سيطرتك، يلا خلينا نكتبها ونشوف شلون راح تقدر تحلها. عندنا أسلوب ثالث اسمه الدبل تشيكس أو التأكد. أسلوب التأكد يعني بعد ما يكون حاط مثلا السلوك المناسب يتأكد منه، يعني مو بس يحطه وخلاص، لا، يتأكد منه هل هو مناسب ولا لا، هل هو يناسب شخصيته، يناسب المحيط اللي هو فيه، يناسب حتى خلينا نقول مثلا التوافق العام بشكل عام، لأن CBT مثل ما وضحوه إنه هو يتناول جانبين على فكرة، جانب سايكو سوشيال، يعني الجانب التوافق النفسي والتوافق الاجتماعي. الأسلوب الرابع اللي الاندفاعية هو تشتيت الانتباه. شنو أقصد بتشتيت الانتباه؟ إني أخليه لما يكون في موقف ضاغط شلون يصرف النظر عن الموقف الضاغط اللي هو فيه. مثلا إحنا نشوفهم بالطابور ما يقدرون يتحملون لأن ما عندهم قدرة على التحمل وعندهم سرعة ملل، فبالتالي أنا أعطيه بعض الأساليب إنه شلون يقدر يتحكم. على سبيل المثال العد بطريقة عكسية، مثلا خلينا نقول يطلع أسماء مدن مثلا بحرف معين، يفكر بأي شيء بحيث يصرف الموقف الضاغط عنه اللي من الممكن أنه يستثير الاندفاعية. طبعا البرنامج اللي أنا استخدمته هذا كله اللي قاعد أقول عنه هو برنامج يونغ أند براهام. سوزان يونغ أند جيسيكا براهام سووا هذا البرنامج في 2012 في المملكة المتحدة ببريطانيا. طبعا تناول عدة أساليب علاجية، كانوا يركزون على في أسلوبهم يعني على علاج نقص الانتباه،
الذاكرة، عدم القدرة على التنظيم، الاندفاعية، العلاقات البين شخصية، بالإضافة إلى الاكتئاب، مشاكل النوم، والاعتماد على المخدرات. طبعا أنا دراستي لما سويتها على عينة كانوا من مركز المنارة، كانوا 10 مراهقين كانوا ضمن المستوى المدريت في الـ ADHD، يعني ما كان المستوى السيفير ولا البسيط، كان المستوى المتوسط. فشفت ان CBT فعلا وايد ساعد على ضبط سلوكهم، فبالتالي من ضمن الاهداف اللي انا حققتها بعد البرنامج العلاجي ان قدرت اخلي الحالات يصير عندها قدره على التحكم في الرغبه وراء الاشباع الفوري، لان احنا عارفين الاندفاعيه معناته شنو، انا بخلص الشيء بسوي، فبالتالي لا، انا علمتهم على الكنترول شلون يقدرون انهم يتحكمون بنفسهم. ثاني شيء ضبط المستوى الانفعالي والشعور بالقلق، طبعا الناجم من عدم القدرة على الكبت مثلا. ثالث شيء القدرة النسبية على تعديل السلوك من خلال وضع بدائل معرفية وسلوكية أكثر إيجابية. أما بالنسبة لتحسين مستوى الانتباه فقدرنا نحقق من خلال البرنامج زيادة الدافعية للإنجاز والرغبة في مواصلة الأداء، بالإضافة إلى القدرة على إنهاء المهمة والقدرة على صرف مشتتات الانتباه. أما ما يخص القلق فقدرنا أن نعرفهم على أخطاء التفكير وشلون يقدرون يحولون من فكرة سلبية إلى فكرة إيجابية وأكثر منطقية، بالإضافة إلى القدرة على إدارة القلق. طبعا هذا أنا في عجالة سريعة قاعدة أقوله، ولو أني أنا كنت حابة أتكلم يعني بالتفصيل، وأنا يمكن قلت للدكتور إذا بتكلم بالتفصيل ما راح يمكن أخذ أقل من ساعة أمانة، لأن برنامج جدا غني وجدا يعني فعال، فأنا كنت أتمنى لو أقدر أقول أكثر من كذي. ولكن توصية من لجنة التحكيم الخارجي أو الداخلي في مناقشة الماجستير، أوصوا بضرورة أن البرنامج العلاجي هذا يفعل في مركز الكويت للصحة النفسية. وشكرا لحسن استماعكم.